بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، ومرحبا بكم من جديد وبرنامج عشائر وشعائر، هذا البرنامج الذي تتجول به كاميرا قناة الإمام الحسين بين مدن العراق وبين مضايف عشائر العراق ووسط أبناء العشائر العراقية الغيورة الموالية لمحمد وآل محمد، وبحضور أبنائها وشخصياتها ووجهائها وشيوخها. اليوم في محافظة البصرة في قضاء الزبير من مضيف عشيرة البطويل إحدى عشائر بن سعيد، هذه العشيرة الكبيرة بتاريخها، الكبيرة بعطائها، الكبيرة بمواقفها الولائية لأهل البيت عليهم السلام، ومواقفها الوطنية في تلبية نداء العقيدة والوطن بما قدمته من شهداء وبما قدمته من عطاء وحضور تميزت به كباقي عشائر العراق. اليوم نحن في مضيف عشيرة البطويل بحضور أبنائها ووجهائها وشيوخها في مضيف الشيخ تركي سفيح الطويلاوي. حياك الله أبو حسن ومرحبا بك على شاشة قناتك قناة الإمام الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسنت. نفسي تركي سفيح حسين شيخ عشيرة البطويل. والنعم. إحنا اليوم متشرفين إنه كادر قناة الإمام الحسين، مقدم ومخرج ومصورين، نكون بضيافتكم شيخنا وباسم قناة الإمام الحسين جايين. إحنا سلام الله على أبو عبد الله، وهلا بكم ومرحبا ومشكورين. الله يحفظكم. الله يسلمكم حفوظ وجهودكم اللي يأتون بها الله يحفظك. الله يحفظك. ممنونين. بعدين احنا عشيرة البطويل عشيرة ممتدة، نعم، من البصرة ناصرية عمارة، نعم، بغداد كربلاء، نعم، ديوانية، هاي عشيرة البطويل ممتدة. اليوم عشيرة البطويل كبيرة وتوزعت أبنائها كل من على معيشته وعلى شغله، نعم، لكن يتواصلون وياكم. متواصلين ويانا واحنا شيوخهم وكبارهم احنا موجودين. يتواصلون بالمناسبات الجايه. بالمناسبات وبالفواتح. نعم. وباي شيء يصير عندنا متواصلين وياهم. يكون لهم حضور. حضور ويانا. احسنتم احسنتم. هذا طبعا شان كل عشائرنا العراقيه وكل ابناء عشائر العراقيه. انا بعد اذنك نريد نتطرق شويه بعد اكثر الى ملامح العشيره. ننتقل ويا نجل الشيخ تركي الشيخ حسن. عفوا وليد بس حرك المايك. حياك الله شيخ حسين وكل الهلا بيك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف الصلاة على محمد وآل محمد، ونشكر الكادر إذاعة الإمام الحسين الثانية. الله يبارك بيك شيخ حسن. ردنا نتعرف على نسب عشيرة البطويل، عرفت أنه هي إحدى عشائر بن سعيد. عشيرة البطويل أولاد سعد الطويل تتفرع إلى سبع عشائر. نعم. أولاد سعد، أولاد مغامس، وأولاد الرضية، ورضان، والنواصرات، وعشيرة القطنان في الحلة، وعشيرة محمد المهجير في ديالة البعبوبة. والنعم. الله ينعم حالك. وعندنا بالأهواز تسمياتهم بالأهواز وبكوت الشيخ بعبدان الطوال، يسمونهم عشيرة الطوال. أحد عشيرة من عشائر بن سعيد تتفرع عشيرة البطويل إلى عشائر من عشائر بن سعيد. أحد عشائر. زين، التواصل بين هاي العشائر اللي ذكرتها، نعم، اكو تواصل اتصال ويا شيخ تركي؟ نعم، وجنابكم وباقي العشائر؟ نعم اكو تواصل. جماعه الحله الشيخ عبد الامير الناصر قاعد، الشيخ القطناني واصلنا، والبدياله قاعد يواصلونا، اولاد محمد المهجير والناصريه رفاقتنا، وقاعد احنا نواصلهم ويواصلونا، واهل بغداد العماره الديوانيه. احسنتم.
اكو اختلاف مثلا بين قضايا السناين حسب منطقه البصره، ربما تختلف عن الناصريه، شط الغراف عن شط العماره كذا هالشكل، لو متفقين بيناتكم انتم كابناء عشيره؟ احنا سنيناتنا وحده بني سعيد، عندنا سناين بني سعيد ثابته على الكل، على سنينات بني سعيد عامه. والنعم والنعم ثابته على 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 الكل. سناين بني سعيد ثابته، سناين بني سعيد ما بيها اي اختلاف. وهذا التواصل موجود لا زال. التواصل موجود بين ارتباطات عشائرنا وبين عمومتنا وبين العشائر المجاوره لنا. يعني علاقاتنا مع العشائر وارتباطاتنا وسنايننا مرتبطين. انا اريد اخذ ويا الحجي ابو صباح ولي تحول لي المايك. حياك الله ابو صباح. حياك الله. كل الهلا بيك، قرب لي المايك عليك ابو صباح شوي اكون ممنون. ابو صباح، اليوم دور العشيره بالعراق دور مهم. اكيد. تلاحظ لها دور بالموقف الوطني، لها دور بالموقف السياسي، كذلك لها دور مهم وكبير بالموقف الاجتماعي. نشوف العشائر حفظت دم كثير من الناس، قربت وجهات النظر، على قولة احنا سترة العالم، جمعة العرب والشميل، عشيرة أبو طويل، عشائر الزبير، تواصلهم، تواددهم، احترامهم لرأي الشيوخ، احترامهم للكبار، شلون تقرأ بالمنطقة اليوم؟ أخي العزيز أبو فيصل، والنعم منك. العشائر المتواجدة بالبصرة أم بالعراق؟ نعم. كلها متلاحمة. هاي العشائر بعد القانون. بعد القانون، القانون درجة أولى. أحسنت. القانون على الكل. أحسنت. ولكن أكو إلى تفرعات، والتفرعات هي العشائر. نعم. تلحق بالقانون. نعم. أكو بعض القانون ما يفرق بين طلاب وطلاب، بين عشيرة وعشيرة. تيجي تشوف العشائر مثل وجوههم هاي الحلوة وتقعد وتحل قضاياها بعضها مع بعضها، ما تلهي الدولة بمشاركة العشائر. أحسنت. العشائر لها دور واسع وكبير بالمجتمع، لأنه بعض القضايا وكل القضايا ربع منها أو أقل الربع هي على اليمن على الدولة. فالدولة دور العشيرة يكون أكبر بحكم الوضع الاجتماعي، بحكم تقبل الناس لقرارات شيخ العشيرة، حتى تخف زخم العشائر المجتمع على قانون الدولة. أحسنتم. لأنه إذا ظلت بس الدولة صعب تضعف القضية، لازم يكون أكو دور للمواطن مع الدولة، ودور المواطن المرتبط بعشيرته يكون شيخ العشيرة إلى دور وكبار العشيرة لهم دور. أبو فيصل، نعم. نقعد حس إحنا قاعدين مضيف عشيرة البطويل، البطويل اخوان اللي وهو الشيخ ابو حسن ولا يهونون البطويل، كلهم معز علي انا. نعم. المتكلم شيخ عشيرة الخزاعة. نعم. والخزاعة القبيلة معروفة، قبيلة خزاعة ممتدة في العالم مو في العراق. نعم. احسنتم صحيح. اي، واحنا من الموالين من زمان، الرسول يقول خزاعة مني وان منه. نعم. ان شاء الله نتشرف في يوم من الايام نكون في ضيافه مضيف خزاعه ان شاء الله. طويل، لان حاربنا وقاتلنا مع الامام الحسين. نعم. احسنتم. دعوه الخزاعه معروف. نعم. مو بلي الكل اكو قاتله، بس يعني الان هسه هذا مو دورنا، لانه احنا قاعدين في مضيف البطويل، والبطويل عشيره لها كيان ولها صله ولها علاقه بالمجتمع وبالعشائر، خاصة بالبصرة. إلها نفوذ برئاسة الشيخ أبو حسن تركي الصفيح. والنعم منه. وأنا لأنه عزيز علي وصديق وأخوه، وحشنا فترة طويلة. أحسنت. والأخوة أخو عشائر عندنا هنا كلهم دول السعادة، أولاد أختنا. والنعم منهم. لا تهاشم. سادة البغنيمة والسيد محسن البعاد. مو نعم. وهنا انا خاله من هم كبار الشيوخ عبوده، وكلهم اخواننا واعزاء علينا، استاذ ابو عدنان. هذا دليل على انه مضيف عشيره ابو طويل تلتقي بكل العشائر، كل الساده يلتقون، اكو فد لحمه، اكو فد محبه، اكو فد تواصل بين ابناء العشيره. لولا التواصل ما قعدت هذه الناس. نعم. يعني على مثلا قال يوم عندنا مائدة وحده او كذا جسر. نعم. ممنونين شيخ صباح، الله يوفقك. الله يحفظك ان شاء الله. انا اريد
ارجع ويا شيخ تركي. اليوم عشائر العراق كلها تقريبا العشائر الحقيقيه، العشائر المواليه لمحمد وآل محمد، العشائر اللي تلبي نداء الحق وتلبي نداء العقيده والوطن، كانوا لهم دور مميز ووقفه مميزه بالوقوف ضد الارهاب وضد داعش والانتصارات اللي تحققت. اكيد عشيره ابو طويل لهم دور ولهم حضور بهاي القضيه. نعم، انطوا شهادات، نعم، انطوا جرحى وساهموا واخذوا ارزاق للحشد ومشاورات من اول البدايه من فتوه السيد الله يطيل عافيه. صار تجمع عندكم؟ صار تجمع عندنا وحضور عندنا، عرفت، ومن صارت عندنا شهداء وعندنا حسينيات، واحدة بكربلة واحدة بتجي الديوانية. دعم المادي شلون مثلا تتجمعون من تجمعون من التبرعات؟ اي تجمع وروح على 10 سيارات 15 سيارة يطلعن منها يوصلن المواقع للمعركة وللمعركة يوصل للمعركة تطول للكل، ما تطول فقط لازم لها بطويلة. لا 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 للكل يعني تقول ذولا كلهم أبناء، كلهم أولادنا وأخواننا. والنعم، إيه كلهم أولادكم وأخوانكم وجاي يقاتلون. نعم، غنيابة عنكم وعن أبنائكم. أحسنتم، هم قاتلوا للعراق كله، مو الواحد. أحسنت يقول لك سني أو شيعي أو هذه أو هذا من البطويل وهذا من العشيرة، لا عاركوا للكل. وكذلك التبرعات من تطلع من عندكم باسمكم أيضا الكل تروح. تروح للكل. أحسنتم. للكل تروح. أحسنتم. أريد أن أنتقل وياك يا شيخ حسن. أنا شفت صورة بداخل المدخل، نعم، الشارع، المرحوم الشهيد فلاح حسن تركي. نعم. أعتقد هو ابنك. نعم، ابني. صورته موجودة الآن على منبر الحسين، وخير مكان أن يوضع عليها صورة الشهيد. نعم. هو منبر الإمام الحسين، لأنه أكيد منبر الإمام الحسين ومجالس الإمام الحسين هي اللي خرجت هذول. نعم. الأبطال وخرجت هاي الرجال اللي ضحي بدمها من أجل العقيدة. أريد أول مرة بشكل عام عن المتطوعين، عن قضية دعم الحشد الشعبي. نعم. خاص يعني بالنسبة لعشيرة آل أبو طويل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما أنطى الفتوى السيد السيستاني الله يطول عمره وقام ظله. نعم. نعم. عشيرة أبو طويل هوست في بيارخة. نعم. وإياويدها وشبابها أمام وكيل السيد السيستاني الجامع في يم شيخ محمد فلك بجهاد الكفائي، والشباب اتطوعت والتحقت الى الجبهات القتال صار بيناتكم تنسيق مثلا؟ نعم، تنسيق. يا هل يروح يا هل يبقى؟ إيه صار يا هل يظل العوائل يا هل؟ نعم، الشباب كلها راحت، شبابنا كلها راحت على فتوة السيد. نعم. وجاهدت مع كافة الفصائل، مو فصائل محددة، يعني على كافة على كل الفصائل. أحسنتم. احنا مبدأ واحد. نعم، أحسنتم. وهدف واحد. أكيد. أنطينا شهداء وأنطينا جرحى وشاركنا في دعم اللوجستي. أحسنتم. صار عندكم سفر هناك؟ نعم. مثل ما قال الشيخ. نعم. كان تطلع السيارات. أنا طلعت برحيت لجبال مكحول في دعم اللوجستي، ورحت جبال حمرين وبيجي، ورحت للضابطية، ورحت لكل المكانات اللي بها جبهات. ما فرط. لقيت خبر وفاة الشهيد ابنك؟ والله احنا عندنا فاتحة ببغداد. اكو قبل شهداء كانوا؟ اكو شهداء. وخابرونا قال فلاح الصواب، ما صدقنا بالشغلة شغلات شوية. بعدين دق علينا امر لواء هم من ربعنا من اهل الزبير من الخور، قال لي فلاح استشهد. قلت له ارد استلمه. قال لي لا، اطلعوا رجعوا من بغداد لاهلكم للبصره، احنا نجيبه صاحبنا واحنا نجيبه. استشهد في قاطع بيجي. اي نعم. احسنتم. الله يرحمه والديك. الله يستر عليك. واحنا كل احنا فدا للعراق وللمرجعيه، وكل احنا الى الدين والامام الحسين. ما انجازي مثل ما تقول ضحوا باولادهم واخوانهم. أكيد. واصدقائهم. وكل مثل ما تقول الضحوا لجلنا. أحسن. احنا مضحين هذا اليوم وبعد ان شاء الله. اريد بس المايك يسلم استاذ ابو عدنان. حياك الله استاذ ابو عدنان، اهلا بيك على شاشه قناتكم قناه الامام الحسين. الله يحفظك. انا عرفتك وفد يعني شلون فد علاقه خاصه بينك وبين الشهيد فلاح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نرحب بكادر قناه الامام الحسين في بيتكم، في مضيفكم، مضيف عشيرة البطويل. والنعم. عشيرة البطويل خوالي أنا أخوكم منكم عبد السبتي من عشيرة العبودة، مسؤول منظمة بدر في الزبير. والنعم. أختص موضوع بالشهيد فلاح. والنعم. لأن أحد تنظيماتنا. والنعم.
هذا الشهيد من 2003 هو مجاهد، هو مؤمن نفس الوقت، شجاع خلوق مؤدب، التحق بالفتوى للجبهة، وكان الرجال إلى يعني صولات وجولات باللواء، محبوب للكل هم يعني. فحد ما الله سبحانه وتعالى رزقه الشهادة، وإحنا كنا على يقين يعني الشهادة سبحانه الله تعالى انتقاء هي. صحيح. زينين يعني. رزق على قولت. انتقاء الله سبحانه وتعالى انتقهم انتقاء. فلاح بطل من أبطالنا، جاهد الولد، خلوق مؤدب. هذه العشيرة لا تزال بالعطاء مستمرة. يعني هسه عندنا جريح هذا مسلم قبل 10 أيام. أخو فلاح. هاي العشيرة بعدها عطاء للجهاد. الشيخ تركي والشيخ أبو فلاح موصين مذممين عليه. أي شهيد يجي يقوم باستقباله من سيطرة السدرة. تشييع فواتح. إن كان من البطوين وإن كان من غير عشيرة. إحنا عندنا قضاء الزوير ما علاقة الشهيد من ياجهة. أحسنتم. ولا من أحسنت. عشيرة. عافية. نستقبل كل الشهداء. أحسنتم. من أي لواء هم كلهم مجاهدين وكلهم أولادنا. عافية عليك. وهم متفضلين علينا. إيه صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول فضل المجاهدين. إيه صحيح. الناس يرحون وياه يعني. لا يزال اليوم فواتح يروح يستلم شهداء، جريح زيارة جريح ينحون وياي، عشيرة والنعم من عندهم أبطال، وكل عشائرنا بعد إن شاء الله تتين ولد من خالة، وكل عشائرنا أحسن. كل عشائرنا والله يعني. والنعم من عشائر الجنوب وعشائر الزبير. أنا قبل لا أروح للفاصل أريد أنتقل ويا الحجي أبو خالد الشاعر. تعال فيه. تعال ما دام وليد نقل المايك نايم الحجي، ما دامنا احنا بموضوعة الحشد. نعم. انا عرفت من شيخ تركي ومن الجماعة قالوا الحجي يكتب، نريد نسمع فات قصيدة للحشد من عنده. صار. احسنت. بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم. قمنا على الدواعش بالحسن وحسين. احسنت. وبالعباس يوم ذراعه من شمر، نخلي اللي يمشي طايح واللي يطيح يموت، واللي يوصل ظهرها بساعة يتقنطر. نعرفك بالدراهم داعش، نعرفك بالدراهم تنشر وتنباع، يا خايب على قاع وجاي تتبختر من يا صوب انت والشروك انذال، برواية السود تمشي وجاي تتعثر، بشجاعة علي الأكبر راسه ظل مرفوع وبسيفه باليمة اليوم تتوذر. ما تقدر وحق النخت يا عباس على شف العراقي أبد ما تقدر، ما تعبر ولك هيهات ما تعبر، والعند بلية يكشفه المعبر، راياتك السود الحشد قطعها، بعد ما إلك راية بقاعنا تنشر، روح ارجع على الباعوك بالدينار وقل له روح انت وفن ذا يقدر، ليش انت اشتراك وباعك بقيراط، لأن خشمك كسرته وجسمهم طبر. أظل فولاذ يتكسر علي الطين من حاتم أبوي وأنا بن عنتر، عزرايين أنا وابن عزرايين وطحنهم طحن رحات من تفتر، أنا ابن الشملحم عايش البارود، عدوي يمسي بالذل يصبح مكدر، ذبت شيلتك ما هزت النواب ولا واحد تنخى وقام يتعفر، أنا ابن الحشد هالهلي ونخيني، آخذ ثار أخوي اللي راح بسبايكر، آخذ ثار أخوي الواحد بميتين، ولا خل الدواعش طير يطاير، وحق طيبك يا بوي وهيبتك يا العود، أظل شايل فشك قاطين ومجر، شاشل بحياة عقالك من يطيح إلا انداس حدر الجدم وتوذر، طلبت من أبو اليمة سيف ذي الفقار ودارس مرجلة عباس المشكر، والسلام عليكم. بارك الله بك. أحسنتم. احنا بعدنا نشرب لنا فنجان قهوة أبو حسن، احنا الضيوف ونرجع لكم. احبتي متابعي قناة الامام الحسين، فاصل ونعود واياكم الى برنامج عشائر وشعائر، خليكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن إبليس عند قتل الإمام الحسين عليه السلام يطير فرحا ويقول
يا معشر الشياطين، اجعلوا شغلكم بتشكيك الناس. إن الشعائر المقدسة الحسينية عليه السلام بجميع أنواعها وأقسامها هي من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وهي من أظهر المصادق للشعائر الإلهية التي قال الله تعالى عنها: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكل أمل فيكم معاشر الزعماء الأكارم، وفقكم الله تعالى في العراق الصابر الصامد أن تجندوا الطاقات أكثر وأكثر في سبيل مواصلة الشعائر المقدسة الحسينية عليه السلام، وتوسيعها حتى تعم كل ربوع العراق ثقافة الإمام الحسين عليه السلام، التي هي ثقافة الإسلام العظيم. فالإسلام محمدي الوجود، علوي الاستقامة، وحسيني البقاء. والله هو الموفق المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. مرة أخرى مرحبا بكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، حياكم الله من جديد، وبرنامج عشائر وشعائر من محافظة البصرة قضاء الزبير من مضيف عشيرة آل بطويل بحضور جناب الشيخ تركي سفيح. حياك الله مرة أخرى شيخنا، كل هلا بيك. من الأمور اللي اليوم العشائر لها دور كبير بها ومميز هو الخدمة الحسينية وإحياء ذكر أهل البيت. يعني احنا من دخلنا الى المضيف لقينا المنبر الحسيني موجود داخل المضيف، وعرفت من بعض الاخوان انه انتم عندكم مواكب على الطريق وعندكم حسينيات تخدم في كربلاء. اللي تعرف انه من يمت انتم بالخدمه الحسينيه؟ احنا اي بعد هذا ما صاير. يعني من اهاليتك؟ احنا بخدمه الحسين من وعينا، من وعد وصلنا هسه شياب عمرنا 70. نعم عربي، الله يطول عمرك. ما نترك الحسين. والنعم احسنتم. انا وعشيرتي واخواني وعرباني وكل الناس وصدقاني ما نترك الحسين لو نتقطع. احسنت الله يبارك. زين قل لي هسه بعد ان صار مجال اقامه العزاء، يقام عندكم هنا عزاء او مجالس او كذا؟ نعم مجالس وعزاء وقرايات. شلون؟ بأي مناسبات؟ باي مناسبه او بعاشور؟ بعاشور مناسبات موجود. احسنتم. زين قلت لي اكو حسينيات عندكم بكربلاء؟ عندنا وجاب له سيد يودة. نعم. بها هاي خدمة الزوار. هاي بخدمة الزوار هسه حاليا بدون زيارة هسه متوه. هاي روحت الحسينية موجودة. موجودة هسه ضيافة فيها عمران فيها هذه زيارة موجودة. احسنتم. أرد أنتقل وياك يا شيخ حسن وليد. هناك ابو فيصل عنده وحده بالديوانيه. حسن بالنسبه للتفاعل الشباب ويا القضيه الحسينيه عندكم بالعشيره، حضورهم بالمجالس قامت العزوات، شلون تشوفها؟ والله شبابنا الحمد لله والشكر، نشكر الله مثل ما الشباب منجرفين على حب الامام الحسين. بشهر عاشور عندنا مجالس 10 ايام في المضيف هنا، وعندنا موقف في اسم الشهيد فلاح، وعندنا في الطريق الديوانية الحمزة في منطقة السدير لعمي أبو فيصل حسينية في حسينية فاطمة الزهراء، وفي كربلاء في مقابل سيد جودة مثل ما قال الحجي موكب طفل الرضيع. هذني إذن أنتم يعني أبناء عشيرة هم المسؤولين عنه؟ نعم للعشيرة، لعشيرة البطويل في خدمة البطويل مثل ما تقول خدامها البطويل في خدمة الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين. أحسنتم. شلون تصير التبرعات بيناتكم تجمعون؟ تبرعات في كل مناسبة العرب يعني عربنا تتبرع يعني الخير ومدة إيده يعني على قد غابليته ايش قد يتبرع حسب المناسبة حسب المبلغ ماله مناسبات. احسنتم. نعم. زين من عندكم موكب يطلع مال مثلا للمال مشايه او كذا؟ مشايه عندنا شبابنا قاعد يطلعون مشايه من البصره الى كربلاء كل سنه قاعد يطلعون.
احسنتم. قلت لي انه هنا تقام مجالس عندنا. نعم، 10 ايام عندنا مجلس، يعني العشر ايام هنا عندنا قرايات ومجلس ليلي هنا العشر ايام. ايام رمضان ورمضان اكو تصير مناسبات قليله في رمضان، بس احنا كل استشهاد احد الائمه يقام نقيم مجلس وثواب. احسنتم احسنتم، الله يبارك فيكم. ويك اكثر. احنا نريد نرتقي ويا الشاعر محمد عبد الخفاجي اللي هو احد ضيوف وليد. نقل المايك، احد الضيوف على عشيره ال ابو طويل، ومن شعراء اهل البيت. طرقنا ما دام طرقنا لخدمة أهل البيت، نسمع منك فد قصيدة. بعد العودة من رحلة السبي، دار العتاب الحقيقي بينها وبين أخيها، فقالت له يل تنشدع لأختك تون ليلية، يل طيحتك ما تنحل بمقضية، طيحتك مو هينة وحسين يصيح مو تدري فشلة الدنق العلوية، يلقطع وراسك وخضر يا حيف لما اندريت اختك مشت مسبية، لما اندريت انباقت الترشية، لما اندريت النار حاطت بيه، بس هذا كله اي هذا كله وما شكيت لهم حال غير احنا خلفة حيدر النشمية، علي علي لرافع روسكم شنه رماح، علي لرافع روسكم شنه رماح، هواي انتم والرماح شوية، ويا رمح ولك يا رمح طولك غصن كنت تسقي، شاخنت لما وقت داير بيه، ويا الفرات القمر سوالك صيت قبل لا يبديك كنت مي، شا هو لله يوفقه يتعافش بي، حطيت راسك ويا بن بدوية، الماي لو بخير لو بخير ما ذب الغيم، والهوى الشايف روح الذل الرية، الماي لو بخير ما ذب الغيم، والهوى الشايف روح الذل الرية، ما ريد أسولف خاف جرحك والضوج زورقة، وحتى أحلامنا الوردية النار كل ما جاعت تطيها خيام، وبروح أقنع اي بعد لك جاية، بعد لك جاية وبروحي كم هلبة الموت هجفاك، وياك ماتت كلمة المقضية، وياك ماتت كلمة المقضية. احسنت يا محمد، احسنت احسنت، الله يبارك بيك. ان شاء الله احسنت احسنت، الله يبارك بيك ويوفقك. سيدنا اريد وياك نتحدث عن قضية الخدمة الحسينية بالنسبة لي مدينة الزبير، شلون تشوفها كيف تقرأها؟ احنا جينا الى مدينة الزبير، حضرنا بعض مجالس بعض المهرجانات، شفنا التفاعل، بس على اعتبار انه انت ابن هذه المدينة، شلون تشوف تفاعل الناس مع الخدمة الحسينية مع خدمة الزوار؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، كلها بخدمة الحسين، سواء البطويل القبائل المحادده ويطبيء البطويل، واحنا السادة على البغنيمة احنا بخدمة العشائر الموجودة بالزبير، مشاكلهم فرحوا نحضر يا حضرتك. أحسنت أحسنت والحمد لله والشكر. أريد وياك يا سيدنا، العفو قرب لي المايك عليك، أنا سمعت شيء أنه أنت عندك من أولادك أو كذا بالحشد. نعم. ست أولاد عندك؟ خمسة. خمس أولاد؟ خمس أولاد من الواعر الأكبر فوج المختار. خمستهم بالحشد. خمستهم بالحشد. زين شلون مثلا منو إليك يا هل أنا موجود لا زال رجلي واقفات إن شاء الله، هم على حطة الموانع هنا سند لهم. أحسنت أحسنت، الله يبارك بي. شلون شنو يعني خمستهم مثلا السيد قال فتوى كفائية ممكن يروح واحد من عندهم؟ نعم. اثنين من عندهم، ليش خمستهم وديتهم؟ ما يقبلون هذا أبو حسن وسر بيهم اللي لزمة منا اللي قاعد طالع من غير إياه. آه. هم دافعهم خمسهم ان شاء الله وانا وياهم نوبات. احسنت اروح ونرجع. احسنت احسنت، طبعا اكيد هذا العرق الهاشمي وهاي العرق الولايه ولايه اهل البيت ومحبه احنا ان شاء الله اللي احنا فداء للمذهب. انا افتهمت انه التقينا يعني شفنا كثير من الشباب اللي موجودين هناك بالحشد هم هناك ويقيم العزاء ويسوون المجالس. نعم صحيح، واظن شاهدتوها يعني هنا الولد مثلا اللي موجودين يتواصلون مع هاي القضايا. قلنا احنا وحده، انا عندي موكب وهنا عندهم عزه. انت هم عندك موكب؟ نعم. موكب
موكب شنو؟ موكب الإمام الرضا عليه السلام. سلام الله عليه. موكب خدمي لو موكب عزاء؟ خدمي وزنجيل. ها. اثنين. هو نفس الموكب. نفس الموكب. نفس الموكب. ينزل زنجيل بأيام محرم. إيه من نطلع هنا قرب له. ومن يوم تنزلون لغاية عندكم خدمة. نعم هم خدمة للزوار. إي ومن أبو حسن هنا يسوي العزاء. نعم. إحنا نلحق كل المنطقة. تحقون سوق هنا. موكب واحد. نعم نخلص العزاء منا من ديوان أبو حسن ونفارق المواكب. احسنتم احسنتم الله يوفقكم. احنا ان شاء الله بخدمه لا لا احنا ان شاء الله بخدمتكم وتشرفنا بشوفتكم وشرفنا بلقائكم. الله يبارك فيكم جزاكم الله احسنتم احسنتم احسنتم. احنا يا شيخ تركي جاي يعني متشرفين بان نحمل الى هذا الديوان ونحمل الى جناب الشيخ لوح مقدم من آية الله العظمى صادق الحسيني الشيرازي. هذا هدية مقدم من السيد يحمل اسم العشيرة ويحمل اسم شيخ العشيرة يحمل صورة الميرزا الشيرازي وفتوى ثورة العشرين كذلك يحمل رسالة السيد صادق الشيرازي إلى شيوخ العشائر وحثهم على الخدمة الحسينية. قبل أن نقدم اللوح أبو خالد قال عندي أظن قصيدة لأبو الفضل العباس. إحنا لا نقدر نقول لك لا ولا نقدر نقول لأبو فاضل لا وإحنا بخدمتك ايه. فيا ريت حتى من هون بعد نكون ويا جاسم ايه أكيد. شد أبو فاضل ولاح حصانه جذب سيفه واعتنى العدوانه اعتنى العدوان وصفوفه ولجن من وصلهم طار منهم كل ذهن برق سيف بروسهم برق المزين والشجاعة شان أبوه وشانه شان جده وشان أبوه المرجلة بيوم حرب الطفطة عنته مسجلة قمر هاشم نال بيهم والعدى نال جنة وحرملة بنيرانه صول الأعداء وبيده مهنده صولة الكرار حيدر والده صاحبيهم والنبل يتوارده اتفرقوا عنه وكبر ميدانه اتفرق الميدان من صاحب زعل وصاحت الجيمان طبها ابن الفحل كل بطل ضرغام من صوت ارتحل ترى سجوده واروى كل عطشانه اروى كل عطشان بالهند الصجيل ثار عالجغبار هوزرق النبيل شبل حيدر قال للحورة كفيل لا تخافين شوخوك هنانه لا تخافين شوخوك بمنزله بيدث الفقار شبه الزلزلة يحرج المجبل ولكفه يجندله ولسمع صوته تطير أذهانه فات وملى الجود بالترم ورقم وما يهاب الموت لو عنا جدم باليمين السيف واليسر العلم والجواد الضبط على عنانه ضبط حزامه ونهض بركوبه والمناية بكاتفه مكتوبة إش حال سكنة من بقت مسلوبة شوف عمها مقطعة ذرعانة شوف عمها والشباب مسطرة بلا غسل وبلا كفانة على الثرى ليش ما تقعد يا سبع القنطرة شوف حكم ابن النذل ويانا والسلام عليكم والسلام على أمير قبائل بن سعيد نايف عبد الهادي المشاي ومنعم منك ومن أحسنت أحسنت والمجتمع هذا كله أحسنت ممنون الله بيك الله يطيب أنفاسك بارك الله بيك وأنفاسك الله يسلمك. احنا بعد اذنك شيخنا نتشرف بان نقدم لكم اللوح المقدم من سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي. نشكره ونشكر شكو سيد يذكر العشائر ومخليها على باله احسنت ويودي هاي الوجوه الطيبة احسنت الله يبارك عرفت نشكره الله يبارك مشكور الله يبارك. هذا اللوح المقدم من سماحة المرجع الديني آية الله العظمى سيد صادق الحسين الشيرازي إلى عشيرة أبو طويل يحمل اسم الشيخ تركي سفيح الطويلاوي نتشرف بأن نقدمه لكم أنتم الشرف مشكور الله يسلمكم مشكورين عنكم سولفت عراف ذاك الجيل تزيد الغان ما تلحمل بيها يميل أسولف بس عليكم طيب ونعم يا خلفة البطوي أسولف بس عليكم طيب أو نعم يا خلفة ها وانتم ما تخلون الطيب
وانتم ما تخلون الطيب الطيب علومة شيء وانتم ما تخلون الطيب الطيب علومة شيء وانتم ما تخلون الطيب الطيب علومة شيء وانتم ما تخلون الطيب الطيب علومة شيء. هاي الهوسة دهوسها للشهيد البطل فلاح حسن تركي. هذا الما يركب الضيج هذا الما يفل منهن هذا الما يفل بالضيج هذا الما يفل منهن قلبه ويا الفشق ما خاف كل فشقة ويا قصة هيج حاسبهن هذن الجبل وبجسمك مغمجات ذن ويا الحسين يصير مطلبهن هذن الجبل وبجسمك مغمجات ذن ويا الحسين يصير حاول طايح فوق الساتر حاول طايح فوق الساتر يم حسين هناك يصير الطايح فوق الساتر يم حسين هناك يصير الطايح فوق الساتر يم حسين هناك يصير سولف له هوسه لابو الفضل العباس سلام الله عليه. مو ماي مو ماي الزلم بالجربه ظل يحط ما رايد جمع بالسره ظل يشرط الروس الطير ظلت واللي يطير يحط يمزينا بسيفه يوديها يمزينا بالحر الروس صارت كوم صقر وعلى الجيوش القمر ظل يحوم اشقد صار